صاحبي انت سقطت. ايه؟ يعني ايه يا حسام؟ يعني ايه انا اسقط؟ اقفل يا حسام، اقفل عشان ما اكسرش موبايل على صاحبي انت سقطت. طب مش هنطلع الساحل بقى ولا ايه يا حب؟ سقطت في ايه يا معلم؟ في الامتحان. امتحان ايه؟ اللي في الكلية يا ابني. هو احنا في كلية ايه؟ مالك يا ابني؟ مين معايا؟ يا صاحبي انت سقطت. يلا خير خير خير، معلش هنعوضها يا معلم ما تقلقش. نعوض ايه؟ ما يهمكش ما يهمكش، ما تقلقش هنعوضها. انت اللي سقطت. هنعوضها بقى خلاص. يا صاحبي انت سقطت. انت بتقولها لي كده ليه يعني؟ فرحان فيا؟ فرحان ايه يعني؟ انت بتكلمني تشمت يعني يا حسام؟ اشمت ايه يا عم؟ ماشي ماشي، لا لا كده خلاص خلاص يا عم، انت بتكلمني تشمت يا عم؟ خلاص خلاص كده. طيب يا معلم خلاص 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 بقى حسام بقى، اقفل بقى اقفل. ايه نجحت يا ابني؟ سقطت. نجحت يا ماما، نجحت. بكيل السنه كده رابعه ان شاء الله. الله يبارك فيك يا معلم، ربنا يخليك. مش عارف اقول لك ايه والله على الخبر الجميل ده. يا صاحبي انت سقطت. يا صاحبي انت سقطت. يا عم ما تقولش كده يا عم. لا انت سقطت. لا 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 مش انا. لا انت يا ابني مش انا. انت يعني انت هتكدبني انا وتصدق الكشف؟ روح بص في الكنترول هتلاقيني نجحت. لا سقطت. يا عم انا عارف انا بقول لك ايه. لا 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 والله العظيم مهما تحلف مش هصدقك. يا صاحبي انت سقطت. ايه؟ سقطت بقول لك. انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ ايوه متاكد. انت شفتها امتى؟ دلوقتي. دلوقتي. يعني سقطت. اه. ماشي. انا هتصرف. انا هتصرف.